اي حدا شريف يجي هون يدافع عنا. ما هيك رح نضل نرجع، رح نحاول مش رح نتعب. مع انه في حكم من المحكمة المركزية بالقدس بانه وراء الارض هي صحيحة وكاملة وبتثبت ملكيتنا لهي الارض، فما عجبهم. كنا عائلة بسيطة وقفنا قدام حكومة وقدرنا نثبت انه وراءهم مزورة. اللي صار انه ما عجبهم هذا الموضوع فقرروا يستعملوا نفوذهم بالمنطقة عن طريق سموتريتش والحاكم العسكري بهاي المنطقة، فبعتوا المستوطنين بحماية الجيش عشان يطلعونا من الأرض.